حضرات السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا إلى بلاد طيبة، نستعرض فيها تاريخ مصر من خلال صحافتها ومجلاتها من مكتبة والدي محمد فهمي. النهاردة معانا عدد مجلة المصور الصادر في 16 أغسطس عام 1935. صورة الغلاف أيها المصريون، أعلن على هذا المدفع الإنجليزي أن سياسة مصر تتبع سياسة إنجلترا في الوقت الحاضر. هو واضح إن ده يعني شخصيته شبيه لحسين سري باشا. اسمع، يعني لست متأكدا منه، لأن هو كان في الوزارة في الفترة دي نسيم بك باشا. قد يكون، ولأن كان ساعتها نسيم باشا كان طيع في إيد الإنجليز وبيتكلم برضو باسم الإنجليز. وزارته انتهت سنة 1935، وبرضو الحوار كان في عهده بيتم حوالين المعاهدة. داخل العدد ما بين بورتلي ومصطفى باشا، تصريح نسيم باشا الذي لم يكن عفوا حارة البرية في أمر الوزارة الحاضرة. لو كانت وزارة غيرها وأقدمت بكل شجاعة على ما أقدمت عليه هذه الوزارة الحاضرة لطارت من زمن ولطوي التاريخ المصري الحديث ذكرها. جاءت الجاسوسة الحسناء وقالت عندي تأكيدات على إيه؟ أنا واثق تمام التمام من أن المندوب السامي قد تعاقد مع دولته عقدا شرعيا يكفي فيه الإيجاب والقبول الشفوي، أن الدستور عائد، وأن المعاهدة النحاسية الهندرسونية ستنفذ، وأن إنجلترا بعد أن أخذت ما أخذت من عربين المودة وشيكات الخطبة ومهور وكتب الكتاب ستحتفل بليلة الدخلة في أي وقت إن لم تنشب الحرب الإيطالية الحبشية. النعال قالت وأعلن منه أن نسيم باشا قد احتج الأسبوع الماضي على وزير من وزرائه، قال له سواء أصحت الوعود أم لم تصح فنحن أمة ضعيفة. ده تصريح نسيم باشا. لا نملك إلا أن نصدق وإلا أن نحسن الظن، إن كانت لديكم طريقة أخرى فتفضلوا اقترحوها. ده رئيس وزراء سلبي اليد. من أظرف ما يتناظر به حواري رئيس الوزراء قوله عن سير مايلز لامبسون أنه قال سيكون عهدي في الموسم السياسي القادم هو عصري الذهبي. ترجمة هذه الجملة أن المندوب السامي سيحل القضية المصرية وينهي المعاهدة في الموسم القادم ويظفر بفخر حل العقدة الأزلية، وهو مطمح كل سياسي إنجليزي تقذفه بحار بلاده على بر هذه. شيء عجيب، رئيس وزراء كان مش عارف، يعني مش قادر يحل الدنيا ولا قادر يعمل أي شيء. في الصفحة الثانية، السير مايلز لامبسون يستوطن مصر. خبر طريف وعجيب ليس له من السوابق مثله، ما شاء الله. علمنا أن السير مايلز لامبسون توكل على الله واعتزم بفضله ومنته أن يصبح مصريا متحضرا مستوطنا من أرباب الطين وذوي المصالح الحقيقية، ومن يدري فقد يتجنس فخامته بالجنسية المصرية ويهجر الجزر البريطانية ويدخل الانتخابات المصرية.
أما الخبر الطريف فهو كان للبعثة الأمريكانية للتنقيب عن الآثار بيت جميل في كوم أوشيم بمديرية الفيوم، فلما أصبح فخامته والذي قرينته المحترمة من عشاق مديرية الفيوم اشترى البيت من البعثة الأمريكية. ولم يكتفي بذلك، بل أخذ فخامته يتفاوض على شراء 3000 فدان. ناوي يعمل بيهم إيه دول؟ كانت الحكومة تضن على مجلس مديرية الفيوم لتكملة إصلاح طريق للسيارات، فلما حدث الشراء دفعت مبلغ الإعانة بسرعة، وفي هذا سيكون السير مايلز لامبسون في وقت قريب فيومي. فهنيئا لإخواننا الفيوميين بالمواطن الجديد. طيب، صفحة حربية. نور كشاف على طول القناة وعلى حساب الحكومة. طلب إلى موظف كبير مختص في إحدى الوزارات أن يعتمد مبلغ لتعميم نور الحراس الحكوميين الكشاف على طول قناة السويس في المواقع كلها. رفض بادئ ذي بدء لمخالفة الطلب للنظام المتبع ولطريقة مبادئ المنصرف في أبواب الميزانية. كرر الطلب مرة ثانية، وفجأة يتصل دولة نسيم باشا شخصيا وتليفونيا بعزته ويسأله لماذا الرفض. يجيب إجابة حكومية عادية. يتغير هنا صوت رئيس الوزراء وتبدو وهي لهجة الأزمات، ويأمره بالموافقة لأن الطلب وارد من السلطات الإنجليزية الحربية ولأمور عسكرية سرية، فما يكاد دولته يضع سماعة التليفون حتى أن الموظف الكبير أشر على الأوراق بالموافقة وسرعة التنفيذ. شخصي يعني ما حصلش. مذكرة سرية بريطانية، قرض للحكومة السودانية قدره 1,000,000 جنيه. هل تحتل قوات سودانية منابع النيل لحساب مصر وانجلترا؟ تعال نشوف ايه اللي مكتوب. يؤكدون بأن مذكرة سرية بريطانية أرسلت خلال الأسبوع الماضي إلى الحكومة المصرية، تشمل اقتراحا بأن تقوم الحكومتان المصرية والبريطانية بعمل قرض للحكومة السودانية بالمناصفة، يعني مصر تدفع النص وبريطانيا تدفع النص. ليه؟ وذلك لتستعين به الحكومة السودانية على تنظيم قوة للدفاع عن المصالح المصرية والسودانية في حالة قيام الحرب بين إيطاليا والحبش. يعني دول هيشتغلوا الاتنين دول لمصلحة مين؟ مصلحة الإنجليز يعني، مذكرش حتى. وتعريض هذه المصالح اللي هي المصالح السودانية المصرية للخطر على أن تقوم هذه القوة باحتلال المنابع المائية التي تغذي النيل وكذلك البقاع المجاورة. ولقد لقي هذا الاقتراح اعتراض شديد من هيئة الوزارة ولا سيما من معالي وزير المالية، كما أن زيارة المستر كلي الأخيرة لمعاليه تناولت البحث. هذه الفكرة قوبلت بالامتعاض الشديد من بعض الدوائر العليا المصرية والهيئات غير الرسمية لما فيها روح العداء المشترك للدولتين اللي هما إيطاليا والحبشة. ربما وبما أنه لا يعود على مصر أي نفع، ألحق الإنجليز بمذكرته مذكرة أخرى أشاروا فيها لأهمية المصالح المصرية المائية في الحبشة. أعاد مجلس الوزراء بحث هذه المذكرة مستعينا برأي سعادة محمد باشا شفيق في هذا الموضوع. ما زال هذا الموضوع تحت قيد البحث، وإن كانت الرغبة تامة في رفضه. ف
تعديلات واسعة في مراكز الجيش المصري. ستجرى تعديلات واسعة النطاق في مراكز الجيش المصري في أنحاء القطر كله، سيكون من نتيجتها تقوية الحامية المصرية في أسوان والحدود المصرية المتخمة للسودان. وقد نقلت القيادة البريطانية بعض الأورط الإنجليزية في الأسبوع الماضي من القاهرة إلى السويس، حيث كان بانتظارها بعض البوارج البريطانية. وقد نقلت هذه الأورط إلى جهة غير معلومة، متجهة إلى جنوب البحر الأحمر. قد يكون سفرها إلى بورسودان أو الصومال البريطاني، وإن كان المظنون أن القيادة البريطانية ترغب في وضع حامية بريطانية في القصير التي ترى لها أهمية حربية كبرى. شيء غريب، شيء غريب. تحت عنوان الهدنة تنتهي بعد شهر، أنهي هدنة؟ الهدنة اللي المقصودة هنا إن واضح إن كان في ضغوط على الوزارة ما بين السرايا في إيه؟ هنشوف داخل العدد. لا أدري متى يبدأ الخريف، وهو الذي ضرب موعدا لعودة الدستور، أو على الأقل للنظر في عودة الدستور. وجهلي بمبدأ الخريف، مقصود به الخريف السياسي، الخريف الحسابي. نشعر الوزارة اليوم بضغط من ناحية السرايا، وضغط بدأت طلائعه تظهر من ناحية الوفد، ونسيم باشا هو المسؤول عن تعجيل المناوشات. تصريحه الأخير عن سياسة مصر إزاء الموقف الإيطالي والحبشي، وتأكيده بأن مصر وراء إنجلترا، يبقى ده كده يأكد لنا اللي ما أتى في صورة الغلاف، إن هو صورة محمد نسيم باشا. قد أثار عليه ثائرة الزملاء وباقي السلطات، واستغل السفير الإيطالي الشاب جديد الفرصة فأشعل فتيله. نرى عدم الانسجام النسيمي قد ضرب عدم الانسجام الفتاحي في العهد البائد على العينين. بذلت مساعي هائلة للحيلولة دون الانشقاق. وهنا يفهم القارئ لما أخذ الإنجليز يرون أن الوزارة الحاضرة يجوز أن ينظر في أمر استمرارها. الإنجليز لهم ملاحظات قاسية على سير الأمور الإدارية، ويرون أن الوزارة تعاني ضعف وعياء، ومثلها لا تسند الظهر في حالة الخطر المقبل، فضلا عن أن الضغط الوفدي لا يمكن أن يقوى على الاحتباس طويلا، يعني هيفجر لهم الدنيا بشكل أو آخر. حدث شبه تفاهم بين دولة النحاس وعلي ماهر باشا، وعلى هذا الأساس تتطور السياسة الإنجليزية، فتتراوح طارة ناحية الوفد وطارة ناحية محمد محمود باشا إذا يأست من التفاهم في الوفد. وعلى كل حال فإن المعسكر الوزاري في بولكلي حزين هذه الأيام. تحت عنوان معاهدة إنجليزية مصرية مع الحبشة، يدهش المطلعون كثيرا أن مصر لا تزال في هذا الموقف المضطرب، تتتابع بهمة أبحاثها فيما يتعلق بمشروع خزان تانا. هل هي تانا كبحيرة تانا المعروفة، منبع من منابع النيل، فهو كاتبها تسانة هنا. قد بينا بالأرقام في المصور منذ شهر أن مصر لا تستفيد من مياه هذا المشروع إلا بعد 50 عام، ودللنا وزير الأشغال على دوسيه في وزارته في تقرير لخبير إنجليزي يؤكد هذا الرأي. مجلس الوزراء مهتم بإنجاز المشروع وسط النار، وهو يكلف خزانة الدولة ما لا يقل عن 6 مليون جنيه. الخبر الخطير يكشف بأن مصر بالاشتراك مع انجلترا
قادمة على معاهدة مع الحبشة على خزان سانة، وعن طرق تصل بين الحبشة والسودان، فهي معاهدة دفاعية هجومية، وإن صبغت بصبغة مشروعات عمرانية ومائية. وعليه يجب على زعماء البلد أن ينتبهوا إلى هذه الخطوات الجريئة. في جزء آخر، فيلم سينمائي ناطق ظهر أنه أخرس. رغبت مصلحة التجارة والصناعة في التجديد والابتكار، فاتفقت مع أحد المخرجين غير سيسيل ديميل وماموليان وكوردا على أن يخرج لهما فيلما ناطقا موضوعه تعبئة أسبتة الفاكهة. ده مصلحة التجارة المصرية. قبض المخرج الماهر 700 جنيه على الحساب، وتم عمل الفيلم بحيث تظهر فيه المانجا والبرتقال مصحوبة بهمهمة العمال وإرشادات الخبراء بنطق عربي سليم. تسلمت المصلحة الفيلم الناطق، وصفت الحساب بينها وبين المخرج، ولما جاء دور التجربة عرض الفيلم فإذا به أخرس لا يتكلم. الصامت لا يتكلف 300 جنيه، وضاع الفرق على خزينة الدولة. ولما بحثوا عن المخرج وجدوه فص ملح وداب. المخرج أخذ الفلوس واتكل على الله. إلى هنا تنتهي حلقتنا، ونواصل ما ورد بالمجلة في الحلقة القادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، رأينا معا أن من يقرأ الماضي بصورة صحيحة يرى حاضره بصورة أوضح. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء قادم على أرض جديدة.